بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة ودفاع المتهم، حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم نشأة فهم كاشف من التهمة المنسوبة إليه. وذلك إعمالا للمادة 304 فقرة أولى من قانون ساكسونيا. قانون ساكسونيا. وذلك إعمالا للمادة 304 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية ولا قانون ساكسونيا؟ دخلوا جرد القفص 24 ساعة حبس. رفعت الجلسة. مش عايز 24 ساعة عشان يترد، كان عاوز 24 سنة سجن. ليك عليا حقالك الأمنية دي يا كاشف. يا ابن الكاشف، إيه رأي فكرك في حكم الهرم؟ عاطف الأسبوعي المحرر في جريدة أحداث اليوم. أنا كنت واثق من فرائض ابني لثقتي المطلقة في العدالة، ورغم فرحتي بفرائض ابني إلا إني حزين. حضرتك شفت صورتك في الجورنال؟ يعني ليه؟ اصل في صورة هتطلع لسيادتك في جورنال بكرة، مش هتلحق تشوفها. مش معقول. اللي هيقرب مني هفتح دماغه. فين البوليس؟ ابعتوا هاتوا البوليس. فك حديدنا الإزاي. الكشف عادل، عايز اخلص الناس حسين من قانون ساكسوني. بس كده رجعت لهم قانون الغاب يا صديقي. افتح المحضر يا ابني، اكتب التاريخ والساعة. سجادك دي لطيفة جدا يا حسين. اسمها ايه؟ اسمك؟ عادل ابراهيم حسين. السن؟ 35 سنة. الوان؟